السلام عليكم، اسمي صفاء حربين، طالبة السنة الخامسة في كلية الطب والصيدلة بمدينة أكادير، وأنا اليوم هنا ممثلة لكلية الطب والصيدلة وغادي نهضر عليها. بالنسبة للمؤسسة كلية الطب والصيدلة هي واحد المؤسسة باش هي تكوين الطبي أو الصيدلي بالنسبة لمدينة أكادير، لأن فقط التكوين الطبي. المدة ديال الدراسة كتراوح ما بين 7 أو 6 سنوات، دابا مع تقليص المدة ديال التكوين ولا 6 سنوات. بالنسبة لشروط الولوج، المعدل ديال الانتقاء هو 12، ما بين 25% النقطة ديال الجهوي و 75% النقطة ديال الوطني. تسجيل القبلي كيبدا في شهر ابريل، دونك من احسن الطلبة يقلبوا باش ما يفلتوش الفرصة ديال تسجيل القبلي. وبالنسبة لمباريات الولوج كيكونوا فيها 4 ديال المواد، المادة ديال الرياضيات، مادة الفيزياء، مادة الكيمياء وعلوم الحياة. علوم الأرض ما كاينش، كتكون مدة ساعتين بالنسبة لامتحان الولوج. ومن بعد هو هي مباراة وطنية اللي كيدخلوا فيها في نفس الوقت طب الأسنان والصيدلة، والتلميذ كيختار الترتيب اللي بغى، الطب الأسنان أو الصيدلة. ومن بعد فاش كيخرجوا النتائج فإلا نجحتي فراك كتكون طالب في كلية الطب والصيدلة. بالنسبة للنوع ديال الدبلوم، هو دبلوم ديال الدكتوراه اللي كما قلت لكم لمدة 6 سنوات أو 7 سنوات. وبالنسبة غادي نهضروا على المسار ديال طالب الطب في المغرب كيفاش داير. عندنا ثلاثة ديال الأسلاك. السلك الأول فيه السنة الأولى والسنة الثانية اللي كتكون عبارة على دروس نظرية فقط مع لي طرافو براتيك ولي طرافو ديريجي اللي كيكونوا نوع من التطبيقي، وكيكون عندك واحد الستاج اللي كيكون في الخط ديال السنة الأولى وحتى في الخط ديال السنة الثانية اللي هما ستاجات اللي فقط من أجل الملاحظة. بالنسبة للسلك الثاني كيكونوا فيه السنة الثالثة والسنة الرابعة والسنة الخامسة، كتكون عبارة على التدريب الاستشفائية بالصباح من 8 الصباح حتى 12 النهار، والدروس النظرية اللي كتكون في الكلية في العشية مع إمكانية التدريب المناوبات الليلية على حسب التخصص اللي كتكون تدوز فيه ستاج ديالك. بالنسبة لهذه المدة كتكون واحد المكافأة على ديك التدريب الاستشفائية اللي كتدوز، اللي كتكون ما تقارب 630 درهم كل شهر اللي الطالب كيتحصل عليها كل 4 شهور أو 3 شهور. من بعد ما كتسالي 5 سنين وكتنجح في كتفاليدي كاع لي موديول ديالك ولي ستاج ديالك، كتوصل للسنة السادسة اللي في السنة السادسة كاينة واحد لافوا ديال كونكور ديال لانترنا اللي بيان سور هي كتدوزوها كاع الناس اللي نجحوا في لي ساكون ديالهم، مي غير 30% ديال لا بروموسيون اللي كيقدروا ينجحوا في هاد لو كونكور. هاد لو كونكور فاش كتنجح فيه كتسمى طبيب داخلي، كدوز 2 عام في المستشفى الجامعي اللي كديروا فيه المناوبات الليلية في المستعجلات، وفي نفس الوقت كدوز في 4 ديال لي سبيسياليتي اللي انت كتختارهم. كاين دي باساج اوبليغاتوار بحال لا جينيكولوجي اولا لا بيدياتري، ودوز سبيسياليتي على حسب الاختيار ديالك وعلى حسب التخصص اللي انت بغيتي ديرو. فاش كتنجح في هاد الكونكور هذا كيكون عندك الفرصه انك تختار التخصص اللي بغيتي ديرو، وفي نفس الوقت كتضمن راسك التخصص، في حين الناس اللي ما حاتهمش الحق ينجحوا في المباراه ديال الداخليه اولا بكل بساطه ما بغاوش يدوزوا مباراه الداخليه. فالطريق الاخر كيكون كدوز لي ستاج ديالك عادي في لاسيزيماني ديالك، وكتكون كتخدم على الاطروحه ديالك، كتختار الموضوع ديال الاطروحه، وكتدوز الامتحانات السريريه اللي كتكون في الاخر ديال المشوار ديالك الدراسي. ومن مورا ما كتنجح فيهم كتخرج، كتكون عندك دبلوم ديال الدكتوراه ديال الطب، كيكون عندك الحق ديال مزاوله المهنه سواء عند الدوله الا كنت بغيتي تسني الكونترا، اولا سواء كدير المشروع ديالك الخاص، وكما عندك الفرصه انك تمشي تكمل الدراسه ديالك خارج المغرب. كاين بالنسبه للناس اللي ما نجحوش كما قلت لكم اولا ما حالفهمش لحد ينجحوا في المباراه ديال الداخليه اولا ما دوزوهاش بكل بساطه، عندهم دائما فرصه انهم يقراو التخصص اللي بغاو من مورا ما كيتخرجوا اللي كتسمى مباراه الاقامه اولا لو كونكور دو ريزيدانا اللي كدوزو وكتختار شنو التخصص بغيتي. كاينين التخصصات الطبيه المده ديال التكوين ديالها كتكون تقريبا 4 سنوات أو 5 سنوات، كاين التخصصات الجراحيه اللي كتوصل مده التكوين ديالها 5 سنوات إلى 6 سنوات لبعض التخصصات، كاين التخصصات ديال البيولوجي، كاين التخصصات ديال الميديسين دو ترافاي على حسب الاختيار ديال كل واحد. ومن مورا الخرج ديال التخصص ديالك الا كنتي سنيتي الكونترا كتخدم 8 سنين مع الدوله بشكل انت مجبر حيت كتكون سنيتي الكونترا، وحتى الخلاص ديالك كيكون مختلف، كيكون طالع كتخلص كما كيتخلص طبيب عام في المده ديال التكوين ديالك ديال التخصص. الا ما سديتيش الكونترا كتسمى البينيفولا، كتدوز المده ديال التكوين ديالك في التخصص ديالك مع واحد الخلاص اللي كيكون هابط مقارنه بالناس اللي تسناو الكونترا. ولكن فاش كتسالي التخصص ديالك عندك الحريه في مزاوله المهنه ديالك في القطاع الخاص، او لا تدير المشروع ديالك البابني ديالك، او لا تمشي
الدور الان خارج البلاد الى بريمس. وانت كطالب طب في 50 الاولى وحتى من مورا 50 دائما عندك فرصه انك تلتحق بلي كلوب، يعني كاين لي زاكتيفيتي باراسكولير، كاين كاع انواع ديال الانديه ولا لي كلوب اللي على حسب الميولات ديالك الشخصيه. كاين في اكادير مثلا كاين الكلوب ديال الارغاز اللي هو كل ما كيتخص بالغناء او لا اللي عنده شي موهبه فنيه. كاين لي كلوب اللي عندهم توجه ديني اللي كيكون من اجل حفظ القران ودوك الانشطه. كاين دي كلوب اللي هما سوسيال اللي كيقدموا خدمات اجتماعيه. كاين لي كلوب سيونتيفيك. دونك كاين كاع انواع ديال لي كلوب باش تدوز التجربه ديال كطالب طب غنيه بزاف ديال التجارب اللي ما عمرك غادي تنساهم. كاين دي كلوب اللي كيوفروا لي مومبر ديالهم انك تدوز دي زيشونج برا المغرب مثلا في المده ديال التكوين ديالك. وبالنسبه للروتين ديال طالب طب، فبالنسبه للسيكل الاول كتكون كتمشي للكليه كتقرا في لونسيتياتر، كتلقى لي كور ديالك، كتاخذ لي نوت ديالك، كيكونوا لي بروفيسور بطبيعه الحال الاساتذه ديالنا اللي كيشرحوا لنا مزيان الا كان عندك اي تساؤل ممكن تسولهم. وبعض الخطرات كيكونوا كما قلت لكم يتخافوا براتيك اللي كنمشيو اللي عندنا الكليه ديال الطب والصيدله في مدينه اكادير مجهزه جدا. عندنا لي طابل اناتوميك اللي فيهم اللي فيهم المجسم، يعني المجسم ديال الجسم ديال الانسان بكاع لي كوب اللي ممكن تكون. عندنا لي ماكيت اللي كنقدروا نشوفوا بهم الاعضاء ديال الانسان وكنقدروا نتخيلوا مزيان داكشي اللي كنقراو، بحال مثلا احد لي موديول اللي كندوزوا فيهم لي طرافو براتيك اللي هي الاناتومي او علم التشريح اللي كنقراو فيها الاعضاء ديال الانسان. وبالنسبه للسيكل الثاني فالروتين ديال طالب طب كتكون بالصباح كتمشي للمستشفى الجامعي او بالنسبه لنا حنا اكادير المستشفى الجهوي، كتمشي على حسب السيرفيس ديالك، كتمشي كتشوف المرضى ولا لي باسيون ديالك، كتقاد لوبسيرفاسيون ميديكال اللي كتعلمها واللي هو اصلا لوبجيكتيف ديالك فاش كتكون كتقرا في دوزيام سيكل فاش كدير لي ستاج اوسبيتالي ديالك. كتقاد لوبسيرفاسيون ميديكال كتقدر تبريزونتيها على لو بروفيسور ديالك ولا على لي زونسيان ديالك مثلا لي ريزيدون او لي زانترن، وعندك لي بريزونطاسيون اللي كديرهم توت لون ديال لا فورماسيون ديالك. دونك هو واحد لو باركور اللي تري تري انتريسون اللي فيه بزاف ديال الحوايج، كتعلموا بزاف ديال المهارات، انك تهضر قدام الناس، انك تبريزونتي، وفي نفس الوقت ما نساوش داك الوقت الرائع اللي كندوزو مع المرضى. كتكون عندنا فرصه انه يعني كنقدموا واحد الخدمه انسانيه شريفه للمرضى ديالنا. كيجيو معنا كيجيو عندنا في اضعف الحالات ديالهم. ما نساوش اننا يعني النصيحه ما كتبقاش تكونوا كتعاملوا معهم بطريقه مزيانه بطريقه انسانيه، لانه الانسان كيجي عندك في اضعف الحالات ديالو. كلمه زوينه تقدر تبدل تقدر تبدل المود ديالو ذاك النهار. وكنسمعوا الدعاوي من عند الناس، هذه حاجه لا تعوض باي ثمن بصراحه، يعني من اجمل الاشياء اللي ممكن تعيشهم كطالب طب في المشوار ديالك الدراسي. هادشي اللي كاين.